تقول إنها فتاة في بداية عمرها، وتقدم شخص لطلب الزواج منها لكنه أصيب بمرض نفسي، وحينئذ تريد أن تأخذ منه الطلاق كما تقول، وتتساءل عن المهر وعما أهدي إليها، كيف توجهونها شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. يجب للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان هذا بمبرر شرعي، ويكون هذا على يد القاضي في المحكمة. وأما ما لها من الحقوق هذا أيضا عند القاضي هو الذي يحكم به. جزاكم الله خيرا. إذا لابد من الوصول إلى المحكمة حينئذ. لابد من هذا، ولا يمكنها التخلص إلا عن طريق المحكمة. جزاكم الله. إلا إذا طلقها هو من نفسه أو تصالحت معه على أن يطلقها، وبذلت له شيئا من المال، هذا يسمى بالمخالعة، هذا يصح ولو لم يذهبوا إلى القاضي. إذا كان المرض عقلي وقد ذكر ذلك في خالع. نعم، ولا لأن هذا يعتبر من النقص من العيب أو النقص الذي يبيح لها إذا كان هذا المرض دائما معه ويحصل منها ضرر ضرر عليها. فلها حق طلب المفارقة لكن عن طريق القاضي إلا إذا صلحوا. جزاكم الله خيرا.